أهمية الواجبات المنزلية. تعتبر الواجبات المنزلية جزءا هاما وأساسيا من عملية التعليم والتعلم. الواجبات المنزلية هي من أهم الطرق التي يستخدمها المعلمون لتقييم تعلم الطلبة، وتشير البحوث التربوية الحديثة إلى العلاقة الإيجابية الوثيقية بين الواجبات المنزلية وارتفاع تحصل الطلبة. تعمل الواجبات المنزلية على تعزيز صفات المبادرة، وتحمل المسؤولية والاستقلالية والاعتماد على الذات لدى الطلبة، وهي تعود الطالب على التنظيم العقلاني. وهناك من يظن أن الواجبات المنزلية عبء عليه، فيظن أنه يمضي وقتا طويلا في المدرسة، فهذا يخطئ. الدراسة ألم لحظة وانتهى، ولكن إهمالها وتركها ألم مستمر مدى الحياة.